والله شوف، بلا شك، حتى لو قلت، حتى لو قلت الاذكار حتى ناس هزمنا الناس، قالوا انك تعيش في التسبيح علشان تفر من قول الحقيقه وقول كلمه الحق. الان مثل شوف الان اخر اخر تغريد فيديو في عن خونه الاوطان، وقلت ان خائن الوطن لا يستحق البقاء، وان خائن الوطن ليس له ذمه ولا ضمير ولا عهد ولا ميثاق. خائن الوطن ليس له مكان في المراجل، يعني من هذا القبيل، والفيديو موجود. الان شوف الان التعليق من اعداء الوطن من الخارج. طبعا انت لابد، لكن بكل شرف اقدم هذه الرساله. يعني حتى بعض الفيديوهات انا اتكلم فيها عن السعاده يخالفونك، يقول ليس بكلامك صحيح لانك انت ساكن في بيت جيد ودخلك ممتاز فانت تحبذ السعاده. طيب ماذا تريد؟ انا قلت تريدون اخذ سياره هايلوكس برمبع واسكن في بيت طين علشان ارضيكم؟ الاسلام مو دروشه. فلذلك سبحان الله يا محب، اني صرت الى درجه اني اقول قولوا لا اله الا الله. قالوا تعلمنا الان لا اله الا الله، يعني احنا جاهلين لا اله الا الله، فلن يرضى عنك الناس. شوف كل يا اخي، سبحان ربي، ما رضوا عن الواحد الاحد الذي خلقهم ورزقهم. يقول في صحيح البخاري سبني من ادم، سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم المشرف المطهر، ولكن ابشرك ان على وكاله ادعس ومش ولا تلتفت للخلف. وانت ملاحظ النجاح الان يتكلمون شيء، علامه النجاح ان يخرج لك خصوم. ولذلك يقول اذا اتتكم ذمتي من ناقص فيشتات لي باني كامل. مصطفى امين كاتب المشهور له كتاب 200 فكره، قال اذا قدمت عملا اعلاميا او ادبيا وسمعت ورايت الطوبه باللغه المصريه يلقى عليك، فاعرف انك وصلت بلاط المجد، وان مدفعيه النجاح اصبحت تطلق 21 طلقه لك احتفاء بقدومك. فاذا وصلت ساكنا ساكتا ولا شيء، فاحسن الله عزاك في النجاح. هذه الضجه يا شيخ هي علامه انك تركت اثر. ولذلك يقول لي الناجحين والرواد في كل مجال تحملوا واصبروا وواصلوا، ولا يثبطونك، يعني لا ياخذونك الذين لا يؤمنون بالحقيقه والذين لا يفضلون يعني انك تكون رائدا. هذه قيمه المجد يا شيخ وقيمه النجاح. خذ من النملة والنحلة والنخلة ثلاثة في السعادة. النملة جرب سعادتك ووظيفتك وانتاجك ألف مرة، ترى النملة تصعد، أنا شفتها بعيني وانت شفتها، تصعد وترجع وتصعد، في الأخير ترى تصعد، ولا تجي من هنا ولا تجي، ممكن مصرة على الصعود. يا أخي جرب وظيفة ثانية، عمل آخر، انزل السوق يا أخي، جرب موهبة، إنما لا تجلس في البيت تقول مهموم، لا اصعد. الثاني خذ من النخلة الاستعلاء، وأنا أوصيك علشان التعليق اللي قبل شوية. النخلة سامقة مرتفعة وتأتي برطب، يرمون بالحجارة ترد عليهم تمر، يرمون خلاص. والنخلة باسقات لها طلع نضيد. هذا النحلة الاصطفاء والاجتباء والاختيار. شوف النحلة تنطلق الصباح تروح في الحدائق، تترك الأشجار السامة وتترك الزبالات أكرمك الله والمشاهدين والكمامات، تأخذ الرحيق من الزهور وتحوله عسلا، بخلاف الذباب. الذباب اللي يعلق ذاك، اللي يتحرى بس النجاح يدق، يذهب في الصباح يترك الحدائق والبساتين والثمار والزهور، يذهب إلى المزبلة، ينقل الأذى وينشر القذى، ينقل الأذى وينشر القذى. قال كن من فصيلة النحلة ولا تكن من فصيلة الذباب. ناتي بالأخ هذا نقول تعال يا أخي، أنت ما حاولت أصلا، لا أنت جربت طريقة النملة ولا طريقة النخلة ولا طريقة النحلة، طيب تقعد في البيت؟ حتى الله يقول قل سيروا في الأرض، يعني ابحث واجتهد وسر. أحبابنا انظروا الحياة بتفاؤل، احسنوا الظن بالله، الله وعدنا سبحانه وهو لا يخلف الميعاد، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، والله لا يستمر مرض ولا هم ولا غم ولا دين، الله يفرجه سبحانه بأي شكل. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، سيجعل الله بعد عسر يسرا. الله حكيم وقدير، يوقت المقادير ويوقت الأمور، ولها عمر مثل عمر الإنسان، لكن لا نستعجل، نصبر ونحتسب ونستغفر وندعو، والله تعبدنا بهذا. حتى الأمر الصعب إذا أتاك اجعله عبادة، الهم الذي جاك ترى كفارة، الحزن الذي يغشاك ترى الله يغسل به خطاياك، يغسل به سيئاتك. المهم احسن الظن بالله وخلك متفائل دائم، وعد نفسك أن الله لا يخلف الميعاد. الآن بعد الليل فجر، بعد الصحراء ظلال وارفة وبساتين وحدائق، بعد القحط غيث من الله مدرار، بعد المرض عافية، بعد إذا اشتد الحبل انقطع، إذا انتهت مسافة الشيء، الكرب، الهم، الدين، الفقر، المرض، ينتهي إلى خير وعافية وفرج عاجل من الرحمن الرحيم. ثقوا في أمر الله، عسى فرج يكون عسى، نعلل نفسنا بعسى، فلا تجزع إذا حصلت هما يقطع النفس، فأكرم ما يكون المرء من فرج إذا إساء. سلامتكم. تكرما وتفضلا لا تساعد الشيطان على نفسك بالغموم والهموم والأحزان والوساوس،
ثق بالله، توكل على الله. هناك عوامل تقويك، عامل الصلاة ترى من أقوى العوامل، عامل الصبر، عامل ذكر الله دائما، قراءة القرآن بتدبر، الصدقة، الصدقة، حسن الخلق، سلامة الصدر، الاستغفار الدائم والتوبة. وهناك سر بينك وبين الله، الدعاء في السجود، الدعاء في السجود، الدعاء في السجود. قول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون المرء من ربي وهو ساجد، فأكثر من الدعاء، فقمن ويعني حري أن يجاب لكم أو يستجاب لكم، رواه مسلم. الدعاء، بارك الله فيكم، النقلة النوعية في حياتك، الدعاء، ادعوني أستجب لكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي، عند بعض الإخوة إشكال، يقولون كيف يعني أدعو الله سبحانه وتعالى وأنا في السيارة أو ماشي؟ لابد إذا دعوت أكون مستقبل القبلة، متوضي على هيئة. لا يا حبيبي، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ذكر الله ودعاؤه، متوضي غير متوضي، قائم قاعد على جنبك، في الطيارة، في السيارة، في المزرعة، في الثكنة، في العيادة، في المسجد، خارج المسجد، اجعل الوقت كله دعاء وذكر. طبعا في حالات أفضل، يعني إذا كان الإنسان في المسجد أفضل، وإذا كان متوضي أفضل، مستقبل القبلة أفضل، لكن ما حصل هذا يحرم نفسه؟ لا، اجعل الوقت كله عبادة وطاعة. تقبل الله منه منكم، وصلوا على النبي عليه الصلاة